تكون البرازيلية الممتعة. كرة ترجع توصل أقصى شمال حاول تقدم كايو لعب بعرض المخاطب الجودو جول مش معقول. علي سلمين هيلعب بديل لأحمد الشمسي تبديل اضطراري لنادي الوصل. كرة على طول طويلة بدون أوفسايد خطيرة جدا. الله عالمي يا ولد يا ليبا يا ولد العيب. وهذه الكرة وصلت الآن للاعب اللي عند الكرة علي خطيرة جول جول خاصة في بطولة الدوري ممكن في مسابقة قصيرة في الأجل مثل الكأس ممكن هذه محقق. الله الله هدف الموسم يا ليبا. كرة خطيرة إيدرسون للأمام جول جول. الشوط الثاني يبدأ ليبا. هذه الكرة تلعب الآن من هوجو فيانا عادت ووصلت ويبحث الوصل الآن عن التعادل. كرة عالية خطيرة جول جول. عبد الله كاظم يتقدم انطلاقة للوصل محاولة الآن هذه خطيرة للوصل هذه خطيرة للوصل. الكرة أم تلعب خطيرة هذه الكرة. الله كرة ملعوبة لمس الأمام فابيو فابيو دي ليما. الله هو الأجمل. ارتدت محاولة ارتدت عادت لهوجو فيانا أمامية في مكان السرعة ادرسون ممكن الثاني هو الثاني. براتور كيف كانت يعني حالته عند الجولة الخامسة بما أن هناك كرة عرضية وخطيرة بالرأس. الله وسجل هدفين والإمبراطور يحاول الآن داخل منطقة خطيرة وكرة جول كرة جول. خلص الفارق الإمبراطور هنا في ملاعبهم الإماراتي على وشك أن يحقق ذلك لكن الوصل يرسل كرة خطيرة. يا الله من جانب فهود سحبيل وضربة ركنية خطيرة جول. البداية الوصلاوية الجميلة طور كرة وصلاوية تمريرة هذا البديل محمد خلفان جول. الامبراطور يفعل ما يشاء في المباراة. ادرسون ياخذ كرته ادرسون يسدد الكرة ترجع من العرض مرة ثانية لا زالت حتى الآن وصلاوية خطيرة تسديدة وجول جول. الإمبراطور اقترب عالية خطيرة فوز جول. الكرة للأمام بالفعل كذلك. الله على ليما جول الشوط الأول كانت 2-1 هل تغيرت النتيجة؟ هنا محاولة هوجو خطرة ليما. الله لعب الهجومي حلو لما تشوف لعبة هنا ولعبة هنالك وعندنا كرة خطيرة هذا الخطير هذا الخطير هذا الهداف كرة جو. الله ضربة حرة مباشرة الكرة تتلعب رأسية خطيرة قدام الجول يحطها بالجول جول جول. عبد
الفريق البرازيلي فابيو دي ليما. ديما لو خطف الكرة خطيرة بالفعل هي كذلك وصلت لي حسن أمين على الجانب الأيسر وعرضية أمام المرمى خطيرة. جول 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 مع نادي الوصل. لكن هذا الممتع هذا الممتع ليما 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 راح يراوغ راح يمر راح يتقدم سجل ليما يا عيني يا ليما سجل الثالث ليما. ضربة حرة مباشرة تتلعب خطيرة روسية بالجول جول فابيو دي ليما دي ليما دي ليما. عرضية عالية تحت المنتخب بالراس يا عيني يا سلام ليما ليما وضربة أخرى عليما. سلام هوجو كرة معاه يحاول اللعب من نص ملعب على الجانب اليمين هذا اللاعب يرسل الكرات دائما في المساحات بعرض الملعب خطيرة في الجول جول علي سالمين. حتى الآن تمريرات وسطوية ربما وصلت الآن للرقم 14 وكرة الله في المباراة الأول لصالح لاعب بليمة. الآن معاه كرة حسن أمين عرضية في المرمى بنفس السيناريو وبكل تأكيد تفكير الوسطوية هذه كرة حسن أمين وصلاوي ومالخ القزعل لنا. يا سلام يا سلام على النقلة حسن أمين بيحاول في الطرف الأيسر عرضية منذ متى عرفتم المستحيل. فابيو دي ليما هو من يعيده مجددا. الألوان البيضاء بالعودة لألبة خطيرة جول جول هو فابيو ليما يضع الإمبراطور في وضعية التقدم بهدفين ليما والتركيز ليما هل تكون ضربة أليمة هل يسجل ليما ليما أمام المرمى هدف ثاني للإمبراطور هدف ثاني لفهود زعبيل هدف ثاني للأصفر. مرن الناديين الكبيرين الاتحاد والهلال وعمل مع الهلال رقم قياسي أمير خطيرة جدا للوسط فرصة هدف أول ممكن يا ولد الهدف الأول عظيم ممتاز الوسط يقدم بانياس هدماته لكن الوسط هو من تقدم وكرة ملعوبة أمامية محاولة باتجاه ليما يا لها من ضربة ليما يا ليما. حسن أمين ملعوبة كرة تاني ربط جميل ربط جميل شوارع في الجبل اليسرى واليوم جميل العرضية هو حسن أمين أعلم مدرسة حسن أمين هو حسن أمين اللي عمل 80% من الهدف. كرة تاني على طول أمامية محاولة تحضير عن طريق هوجو فيينا هوجو فيينا هوجو فيينا أول فريق إماراتي يحصل على المركز الثالث على مستوى آسيا. ضربة حرة مباشرة تطلق جول جول فابيو دي ليما دي ليما دي ليما وحيترك برادة يلعب بجانب أحمد خميس في الخط الأمامي أو حيترك من برادة من ينزل أكثر محاولة خطيرة على طول حاول تقدم عند ياسر اسبانيول وسط بوستا هو محاولة خطيرة ويحاول يمر من ده دبل جول 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 يا ساتر ومدى خطورة اللاعبين ايضا مرور راح رونالدو خطرة جول الله الذهبي يبقى ذهب 77 هدف واه مر خطره جول جول انطلاقه جميله خطيره يا الله العرضيه للثاني الثاني 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 جول ثاني ليما نادي اللي غابت عنده البطوله من 9 سنوات شريط الذكريات يرجع يحاول يرجعه ليما تصويبه خطيره الثالث جول جول فابيو ليما وفابيو يتقدم الآن فابيو يا
الترقب من جانب ليما، يتقدم الآن، يسدد جول، جول أول. خليل، خليل نقلها الآن رونالدو الثالث. نعم ليما سجل هدف العاشر، يسعد جماهيره، ما نقول لصالح جماهيره، أنا ما كانت زعلانة عليه. كرة بتعود الآن، عرضية خطيرة، أنت الخامس، أنت الخامس للإمبراطور، والهدف رقم 11 لفابيو دي ليما. كرة موجودة الآن، وصلت أمامية لخليل، سريع راح تقدم انطلق، نقلها أمامية لبربوزا، لمسة لليما، الهاتريك، نعم الهاتريك، سجل الهاتريك فابيو دي ليما. أحمد يبعد عن زميل، يغير الاتجاه، ممتازة لفابيو دي ليما، فابيو يحاول، دي ليما داخل منطقة الجزاء، نقلها الآن خطيرة، يا ولد يا عيني، يا عيني يا عيني، ولد ولد فابيو دي ليما، سوبر هاتريك. هذا علي سلمي يمرر لك كرة لليما، ليما وتسديده، يا الله يا الله يا الله، فرصة عمل كبير وموفق لحكم المباراة. هنا كرة عرضية وخاضي خطيرة بالرأس، تمريره لحميد عباس يحاول يتخلص، يا سلام كرة ليما، محاولة مرور، كرة، الله، هاتريك. لكن قبل خطأ لعلي سالمين، وعلي سالمين يأتي بالكرة للأمام في المكان السليم، خطيرة لفابيو ليما، هذه خطيرة، جول جول جول. يستنبط كل تبديلاته وكل تغييراته، وهذه خطيرة الآن، فابيو دي ليما، كرة، الله، هو الحل دائما للإمبراطور. أمامية وطويلة، الكرة تتلعب الآن على الجانب اليمين، خطيرة، محاولة مرور، جول 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 جول. حاول تقدم كايو، كايو كايو كايو، ينتظر ينتظر مساعدة، ينتظر محاولة، ينتظر تسجيل، جول الهلال، يهدد دفاع الوصل كان بامتياز، الآن هجمة مرتدة خطيرة للوصل، هيا هيا هيا، جول من ديز، الكرة معه، هيعليها ولا لا؟ يعليها، يعليها، عليه خطيرة، هذه كرة تعود الآن، توصل جدام، اهو جول هذا مندز، 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 عدا مندز، خطيرة، هذه تلعب دبل جول، يا دبل جول، دبل جول، جول جول. شامسي حصلها، كرة عالية، خطيرة 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 خطيرة، الله 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 الله، شو اللي سويته؟ أحمد الشامسي يرسل له ضربة ركنية للأمام ومحاولة خطيرة خطيرة، هيا جول 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 للإمبراطور. هدف للإمبراطور، كرة عرضية، أوه يا سلام، الله عليك يا فابيو دي ليما، ليما ليما، وتسديدة أليمة يا ليما، ليما يا ليما، بشكل راقي وجميل، الكرة عرضية خطيرة، ليما، وجول جول. كرة موجودة الآن أمامية، وصلت إلى رونالدو، رونالدو رونالدو رونالدو، عيني عليك يا ليما. وهذه محاولة، هذه خطيرة، هذه فرصة قائمة، كرة للأمام، خطيرة، فرصة، رونالدو مينديز اللي ما سجل في الدوري سجل في كأس الخليج العربي، يأتي بكرة خطيرة، الله الله، ليما الإمبراطور. الصنحاني الثلاث سبعات البرازيلية، الطيارة الجميلة، الصنحاني خطيرة، تعادل، جول لنادي الوصل، يتعادل الوصل،
يتعادل عن طريق فابيو ليما في مواجهة الشباك، وبالتالي كرة من ضربة ركنية خطيرة. جول جول، الوصل يتقدم، ضربة حرة مباشرة، كرة قوية والتصدي، ومرة أخرى ولا زالت جول جول. لا زالت وصلوية، ينقلج فابيو دنيما، سيطر عليها، دخلت 18، خلي بالك خطيرة، تسد جول جول يا وحش. هذا الامبراطور والله على امجاد وبطولات وانجازات، الوصل جول جول جول. فابيو ليما، نظرة على المرمى ونظرة على الحيطة ونظرة على الصدارة، وكرة للأمام، الله الله، نظرة على الصدارة، ماذا عساه أن يفعل؟ ضربة حرة مباشرة، كان كرة في العبيدية ما كان يناظر، هذه ضربة حرة مباشرة، جول جول. يجي مرور، في مرور من كايو، كايو تقدم، جاء بالعرضية، جول جول. في أهداف طالما هناك ليما، كرة جميلة الأمام، هذه خطيرة، فرصة، هدف ثالث، مرة أخرى، جول، هاتريك ليما مرة أخرى لفريق الوصل، وصلت إلى كايو، ممكن يسدد، جاء بكرة خطيرة، فرصة، جول. الله، هو الساحر، وأمام الكرة ليما، أمام الكرة ليما، أمام الكرة ليما، ممكن يخلص الفارق، كرة قوية، جول جول. وصلاوي، نحن من المنتظرين لهذه الفرصة، إني أراها خطيرة في المرمى، عالية أيضا تتخلص، لكن هل يستمر؟ هذا هو السؤال المطروح. فابيو فابيو فابيو، يا سلام يا فابيو، لعيب لعيب لعيب، فعلها الساحر. فابيو ليما، يا سلام، يعدي من الأولاني، بيروح يحاول بلمسة يلعبها إلى فينيسيوس، ليما إلى ليما، من ليما إلى ليما، من ليما إلى ليما، والضربات العليمة، ركلة حرة مباشرة على طول أمامية خطيرة، تعادلوا، أفضلية الوصل الآن يأتي من جديد، وياما يضر الناس في مكاسب وفي برضه خطيئة، سلام، خلاص خدوا 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 خدوا، خلاص هو ده ليما، هو ده ليما، هو ده فابيو ليما، ارجع يا راجل، ارجع يا راجل، فابيو ليما ليما، رجع ليما يا جماعة، يا ولد يا ولد، يا لعيب يا لعيب يا لعيب، آخر دقيقة خلاص على الوقت المحتسب، بدل الضايع تمشي على طول، الكرة خطيرة لصالح الوصل، هوبا السادس ممكن، يا نهار أبيض، اثنين هاتريك برازيليين، اثنين هاتريك برازيليين، ليما وكايو. تابع فابيو دليما، فابيو دليما، ولا عبد الله السلطان، فابيو، برافو يا عبد الله السلطان، والمتابعة المتابعة من فابيو دليما. عندنا خطأ للوصل، رونالدو مينديز يرسل كرة للأمام، خطيرة، الله، ليما، ضربة ليما، هذا هو ليما، نعم، فينيسيوس نقل كرة عرضية عالية خطيرة بالرأس، والهدف الثاني فابيو دليما. لكن بعد ذلك عاد لعب، لا شك كون ثلاث خطيرة خطيرة، فرصة للأمام، جول جول، عاد ليما، ليما على التنفيذ، ليما على يسجل، ليما، نعم يسجل ليما في نفس الزاوية مع كايو جاليدو، شهير عبد الرحمن في الكرة الماضية قوية، الله الله الله، هدف وصلاوي القادم من بعيد، والقادم الآن من بعيد، الله الله، ليما ليما عنده رأي آخر، ليما
الأيقونة البرازيلية الممتعة.